مرحبا، يعطيكم العافية. أنا هيثم القيسي من فريق جيم عربي. اليوم رح نحكي عن موضوعين كتير مهمات قبل ما نقوم بأي تمرين رياضي. موضوع الإحماء كتير ضروري، وموضوع الاسترتشنج أيضا هو أيضا من المواضيع المهمة قبل الإجراء لأي تمرين رياضي. ببساطة الوورمينج أب، إمكانك تسوي سايكلينج سريع أو مشي سريع من 5 لـ10 دقائق، بيرفع عندك درجة حرارة الجسم وبيزيد من تدفق الدم للعضلات. بعد ما نخلص من الوورمينج أب بنروح على الاسترتشنج، بنسوي فول بادي استرتشنج على أساس إنه نهيئ عضلاتنا للدخول بالتمرين. الاسترتشنج كتير مفيد، بيساعدنا على تقليل الآلام خلال التمرين، بخفف الإصابات والتشنجات العضلية، وأيضا له كتير جانب إيجابي بعملية الاستشفاء العضلي والريكفري بعد التمرين. طبعا كتير منا بهمل الاسترتشنج والوورمينج أب، احنا بننصح دائما انكم تسووه لأنه كتير مفيد، وحاولوا انكم ما تهملوه.